أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج برودكاست، وكما عودناكم دائما الجديد في الإعلام الجديد والتقنية نقدمها لكم كل يوم أحد في مثل هذا الوقت. والبداية مع العناوين. في برودكاست تقنية، تويتر أعلن إطلاق خاصية جديدة لمستخدميها. وفي برودكاست ابتكار تطبيق فيلت مع محمد القاضي. وفي برودكاست تواصل مع المغرد فيصل سليمان، مؤلف كتاب مدمن شاهي. في برودكاست تقنية وجديد أخبار التقنية، ومعنا في هذه الحلقة المتخصص في التقنية سعود الخميس. سعود، أهلا وسهلا فيك. الله حياك الله معنا. الله حياك. نكمل حلقتين وما ظهرت معنا، وهذه الحلقة شرفتنا. الله حياك. طيب، ننطلق في خبرنا الأول الخاص بنظارة جوجل. خبرنا الأول يقول: أعلنت شركة جوجل الأمريكية رسميا طرحها لنظارتها الذكية جوجل جلاس إلى الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1500 دولار أمريكي. ووفرت الشركة نظاراتها بإطار متنوع وبعدة ألوان، بالإضافة إلى عدد كبير من الإكسسوارات تدعم هذه النظارة، وسائل اتصال الإنترنت من خلال الأوامر الصوتية، والعديد من الأدوات الذكية. نظارة في جوجل تطرح، يمكن جوجل عودتنا الفترة الأخيرة تطرح منتجات كثيرة. النظارة هذه تنجح ما تنجح؟ طبعا جوجل قاعدة تمشي في مسار جديد، الأولى أوامر صوتية، لأن عندها جوجل حتى أنه يدعم اللغة العربية، لكن طبعا جوجل جلاس لا توه، لكن جوجل جلاس تقرأ عربي يعني، بس ما تقدر تأمرها بالعربية. لكن هو مفهوم جديد، وطبعا لا تستحق 1500 لأنها محدودة ويبيلها وقت، يعني يبيلها وقت، لأن جوجل تسعى أنه تحول مفهوم جديد انه يكون ملبوس، وغير انه ملبوس يعمل بالاوامر الصوتيه. الاوامر الصوتيه تعتقد احنا في مجتمعنا مثلا السعودي انها تمشي مثلا لابس نظاره واعطيها اوامر صوتيه، ولا شوي شاذه؟ لا، ممكن يعني المجتمع السعودي ترى قاعد يتطور من ناحيه تقنيه. يعني شوف، من اصغر واحد في البيت، من اكبر واحد في البيت مع هاتف ذكي يستخدم التطبيقات وكذا، يعني انتهينا من مرحله التسليه، صارت في تسلية، وأيضا في مراحل نباك أب جهة اتصال، ملفات، جامعة، مدرسة، يعني صار في تطور. يعني على صعيد جوجل سعود، شركة جوجل محتاجة أنها تطرح مثل هالمنتج، منتج يعتبر، يعني أنا أرى وجهة نظري أنه منتج تكميلي مو أساسي، هي محتاجة أنها كشركة تطرح مثل هالمنتجات. خلنا نقول أنها زي أنهم يبون يغيرون مفهوم جديد، لكن خلينا نجرب على المطورين قبل. يوم جربوا المطورين وشافوا أنه ينفع أن يكون للعامة طرحوا، لكن يبقى انه هو سعر 1500 دولار هم طرحوه اصلا عشان يشترون العام، يعني ما راح يشتري الا واحد كانه يبغاه مرضى ولا انه بيشوف نفسه جيد. نروح الخبر الادوبي فويس. الخبر يقول: أعلنت شركة أدوبي عن طرحها تطبيقا جديدا باسم أدوبي فويس، يسمح للمستخدمين بإعداد مقاطع فيديو خاصة بأصواتهم، ويعرض البرنامج على المستخدمين قائمة طويلة من الأفكار بشأن كيفية تركيب قصة روائية قصيرة بصوت المستخدم على مقطع الفيديو المطلوب معالجته. كما يحتوي البرنامج على باقة من المميزات، وتم تخصيص التطبيق المجاني ليعمل على حاسبات الآيباد فقط. خلني أبدأ من آخر الخبر، تحديدهم للآيباد لوحده يعني ما يكون تحجيم شوي جديد على أدوبي. يعني حتى تطبيقات فوتوشوب والريموت وهذه كانت نازلة عن اندرويد قبل لا تنزل iOS، وأيضا دعمهم أصلا الدعم الفني حق أدوبي سيء، خصوصا في الفوتوشوب والبرامجهم الأخرى يتأخرون دائما. لكن خلينا نتكلم عن برامج البرنامج نفسه، يعني فكرته زي جوجل. جوجل قلت لك أنه يتجهون بدال لمس الأوامر الصوتية
لكن لو ننظر لها بشكل واقعي البرنامج يعني ما من فائدة يعني كتطبيق يعني كتطبيق المقدمة عجاز واحد ما من فائدة بتكلم بسوي ممكن ينفع خيارات التعديل اللي بتكون يمكن مهب واسعة إيه لأنك أصلا ما تعتمد حتى على قاعدة بيانات كبيرة يعني إن لو افترضنا لو تتكلم شيء زي جوجل ولا شيء ممكن لكن أدوبي يعني أتوقع إنه مسألة إنك تبحث بشيء خاص بأدوبي تحس إنه قليل وأيضا ما يعني ما يفهم إلا المحترفين لما تروح مثلا إفكتات جاهزة هذا ما يساعد في انتشار التطبيق لكن وش الفائدة أنا كل ما جيت بسوي شيء أبقى أتكلم بصوتي ثم أحتريه ثم أختار يعني نفس الحالة فيها خطوات مو هو اللي قاعد يستنتج وحتى لو استنتج افترضنا ما وصلت الأجهزة التقنية مرحلة أنها تكون أذكى من عقل الإنسان يعني شيء يعني هم تونا بدري طيب ننتقل إلى الخبر الثالث الخاص بالتويتر الخبر يقول أعلنت تويتر عن إطلاق خاصية جديدة لمستخدميها سواء عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقات الأجهزة الذكية تتيح لهم السيطرة على المحتوى الذي يرونه على الشبكة الاجتماعية وأوضحت تويتر أن الخاصية الجديدة والتي أطلق عليها اسم ميوت تتيح لمستخدمي شبكات اجتماعية تحويلها في بعض الحسابات التي يتابعونها إلى حسابات صامتة وذلك لإيقافهم من عملية الحصول على التحديثات دون الحاجة لأن يقوم بإلغاء متابعة تلك الحسابات نهائيا هذا يمكن موجود مثل ما ذكرنا قبل شوي قبل التسجيل أنه موجود في تطبيق قبل الآن موجود بشكل رسمي طبعا زي ما قلت في الحلقة اللي قبل ممكن واحد من اسمه ميوت هذا تحل المشكلة أنك ما تبغى تشيل المتابعة بس تبي يختفي من التايم لاين لكن بس ما يدري أنه لا ما يدري لكن خلينا نتكلم بشكل واقعي الحين تويتر وش الفائدة أنها تضيف مميزات اللي مشاكلك بعدين تضيف مميزات يعني مثلا أي هاشتاج مشهور تدخل عليه تلقاه كل الإعلانات أي شيء تبغى تحصل عليه تلقاه كل الإعلانات صارت الحسابات التلقائية هذه تشويش وصار مصدر فائدة في تويتر يعني أقل بكثير من الدول العشوائية صار فيها خاصية الميوت هذه ما لها علاقة ولا ممكن تنفع خاصية الميوت ممكن تنفع بس وش بتمشي على كم حساب ولا كم حساب اللي خصوصا حسابات سبام المزعجة هذه مع الوقت يعني مع الوقت بتحصل انك سويت الهاشتاجات كثير ميوت حسابات ميوت يعني مع الوقت تقعد تكبر لكن هي مريحة جدا خصوصا إذا شخص مثلا خلنا نفترض أنت تتابعني وأنا قاعد أغطي مؤتمر عطنا مثلا عشان نفهم أنا قاعد أغطي مؤتمر كل 10 ثواني بكتب تغريدة طيب أنت مو مهتم في المؤتمر تسوي لي ميوت وتأختفي من التايم لاين لين ينتهي المؤتمر أفضل لك أنك تعطيني إلغاء متابع بعدين ترجع المتابعة في بعض الناس يزعلون ويقلبها شخصية لكن نفس الشخص هذا اللي أعطيته ميوت ما يدري عنه أي ما يدري وهذه إيه مثل ما ذكرنا كانت موجودة في التويت بوت في تويت بوت في تطبيقات كثير من زمان ترى مسألة قديمة طيب التحديثات الأخيرة مثل ما ذكرنا الحلقة السابقة تويتر مثل اللي قاعدة تتخبط أكثر من تحديث في أكثر من وقت قصير يعني للأسف هم لو يركزون يحلون مشاكلهم ثم يضيفون هنا أصلا متعودين من تويتر أن تطبيقهم الرسمي ما فيه مميزات كثير فبالتالي حلوا مشاكلكم ترى مميزات قد يضيفونها مستخدمينها من زمان ما في شيء جديد ما في شيء جديد وحتى سالفة الصور اللي حطوها بس أنا هني في نقطة واحدة يعني خلوا تويتر مصدر بحث زي جوجل صح انها كيف انهم خلوك تبحث في فيديو الحالة في الصورة الحالة في هذه افادتنا بس الفيديو يبحث على على تطبيق الفاين بس وهذه المشكلة ايه ما يبحث في روابط اليوتيوب الثانية يعني تعرف اساليب الاحتكار وكذا ان لازم الفاين خاص فيهم والفاين فعلا ترى نجحوا وزي ما قلنا ترى الحلقة هذه مبنية على الافكار سعود شكرا جزيلا لك هلا لك العافية هيا. تطبيق فلت للتعبير عن المشاعر نتعرف على هذا التطبيق مع المبرمج محمد القاضي السلام عليكم اسمي محمد القاضي CEO أحد مؤسسين فلت فلت هي عبارة عن شركة ناشئة تهدف لربط الناس عبر المشاعر بشكل شخصي أكثر من أي طرق التواصل الاجتماعي الحالية
احنا فريق من 4 شباب، في انا وفي براء الحكمي المطور الرئيسي للتطبيق، وفي 2 عمر العيسى، واحد ديزاينر واحد مبرمج اندرويد. حاليا احنا احد اول منتجاتنا هو تطبيق فيلت. لما تدخل على التطبيق وتسجل الدخول، اول اللي تشوفه بتلقى مشاعر اصدقائك اللي انت متابعهم خلال التطبيق هذا، وتقدر تعبر على طول عن مشاعرك الحاليه. مثلا حاليا انا سعيد، اقدر اضيف تعليق لاني بصحبه ناس كويسين. طبعا اقدر اضيف ستيكي اللي هو وجهي يعبر عن هذا الشعور بشكل افضل عشان تكون تعطي انطباع افضل لمتابعينك. فالتطبيق عباره عن طريقه توصلك عبر المشاعر مع كل الناس اللي حولك. تقدر تروح لاكتشف وتلقى الاشياء الرائجه، المشاعر الرائجه حاليا بجوا فقاعات تكبر وتصغر على حسب رواج هذا الشعور الحالي. فتقدر تدخل على اي شعور، مثلا الحزن تلقى الناس الحزينة وليش حزينة. طبعا في الزر اسمه الضم اللي هو الهج، وتقدر تسوي ريفيل عشان المتابعين يشوفون هذا الشعور. ايضا في فيتشر جديدة تونا منزلينها اللي هي المحفزات، تقدر تضيف محفزات للاشخاص عشان يعني تخليهم يتشجعون اكثر في يومهم. فتجينا مثلا انا تجيني محفزات من اشخاص ممكن تكون بشكل مجهول او باليوزر حقهم. فالمحفزات كانت اضافه جدا جميله على التطبيق. طبعا عندنا هذا التطبيق بشكل مبسط، التطبيق الحالي عندنا خطط في المستقبل طبعا للتوسع فوق التطبيق حتى. حاليا احنا مره شغوفين بالشيء اللي قاعد نسويه، وقاعدين نشوف فرص استثماريه حاليا علشان نتوسع بافكار ثانيه ومنتجات ثانيه. وان شاء الله يعني مع الفريق اللي يتكون حاليا راح نقدر نبدع ونطلع منتجات افضل من اللي نشوفها حاليا. مدمن شاهي ومغرد ساخر ومؤخرا مؤلف كتاب. المغرد الساخر فيصل بن سليمان. فيصل اهلا وسهلا فيك. حياك الله. فيصل سنوات يعني عديده عرفت بلقب مدمن شاهي، وفضلت انه تعلن عن شخصيتك الحقيقيه مع اصدار اول كتاب لك. التوقيت هذا بالضبط كان يعني توقيت مدروس ولا يمكن جاء عفوي؟ اولا اشكر الاذاعه السعوديه على هذا اللقاء، سعيد بالمسمعك استاذ رايد. بالنسبه لخروج الاسم يعني هو كان ما كان وقت لها. طبعا كنت مؤلف اول، كنت مؤلف كتاب الجزء الاول، بعدين الفت الكتاب الثاني. قبل ما يطلع الكتاب الثاني بدات فكره انه لازم اطلع باسم الصريح واطلع بوجهي الحقيقي في الكتاب. يعني اضطريت انه مع الكتاب الثاني تقريبا تعلن عن الشخصيه الحقيقيه. يمكن كتاباتك، او اذا حبينا نتكلم بدايه عن الكتاب الاول او الاصدار الاول، مجموعه قصصيه كانت هي عباره عن مواضيع طرحت في احد المنتديات، بعد كذا حولتها الى مجموعه قصصيه في 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 في, في, في الكتاب الاول. نعم صحيح، والكتاب الاول مجموعه قصصيه كانت بعضها من الانترنت، والبعض الثاني او المجموعه من المواضيع كانت من خلال الشخصيه. طيب لقب مدمن شاهي، يعني تذكر اول مكان كتبت فيه بهاللقب او اول موقع؟ هو الاسم هذا كان اسم عفوي، طبعا الاسم عفوي من خلال المنتديات، يعني ما له اي ما له علاقه بالواقع. ما له علاقه، يعني انت مدمن شاهي. انا ماني مدمن شاهي، لكن الاسم طلع كذا كان عفوي، فكانت فرصه اني اطلع بحكم اني اكتب اصلا كتابات ساخره، فكان مناسب الاسم. اول موقع كتبت فيه تذكره؟ مجموعة منتديات ايام المنتديات انتشارها. اي نعم ايام منتديات عز المنتديات كنت انت ما كتبت في الساحات العربيه؟ الساحه العربيه كان لي وجود فيها، كان وجود كبير طبعا، وكان فيه ردود وكان فيه تفاعل. نفس الاسم مدمن شاهي بالضبط. نعم، يمكن هذا بدايه شهره الاسم من ايام الساحات العربيه وكثير منتديات يعني.
فصل أنت في تويتر، يعني إيش تصنف نفسك الآن؟ يعني هل تعتبر نفسك مثلاً كاتب، مؤلف، مغرد ساخر فقط؟ أنا أصنف نفسي طبعاً هو الجمهور أو المتابع هو اللي يصنف في كل الحالات، لكن أنا أشوف نفسي أني أقرب للسخرية اجتماعي، يعني بتاع كله. يعني ممكن نقول كاتب ساخر، كاتب ساخر أكثر. نعم بالضبط. طيب كتابك مدمن شاهي يتكلم، وهذا يمكن كان الأول ولا الثاني؟ الثاني. كلهم اثنين ألفتهم في فترة يعني ما كبيرة، فترة وجيزة. يعني أنت هل أنت مقتنع أن مجتمعنا السعودي بات يقرأ الكتاب؟ يعني ممكن فيه جزء من كبير من المجتمع، يعني يحب السخرية، يحب الأشياء اللي فيها طابع ترفيهي. الكتاب بالمجمل هو ساخر اجتماعي، أنا أشوف فيه طبقة كبيرة من المتابعين يحبوا الشيء هذا، فلذلك طلع الكتاب بالشكل هذا. وأنت كنت ممكن تألف أو تطعم الكتاب باللهجة العامية؟ أكيد، هو الكتاب في جزء كبير منه بالعامية، وفي بالفصحى اللي أخت العامية يعني، لكن بالنهاية هو كتاب له شريحة من المجتمع. ما كان عندك تخوف لما جيت تطرح يعني كتاب فيه اللهجة العامية يمكن مطعمة بشكل كبير، انه يكون في رفض او من الـ يمكن النخبة المثقفين؟ هو في ناس زعلت عليه. ليش؟ زعلان لانه طريقة الطرح بالعامية، لكن انا مقتنع اني لما اكتب بالشكل هذا فيه ناس تقرأ وتحب الشيء بالشكل هذا، فأنا مقتنع أن يكون في ناس متابعة وتقرأ، أنا مقتنع باللي أنا أقدمه. اللي أخذوا عليك المأخذة واللي زعلوا، تحسنهم زعلوا لهذا السبب بس، ولا قريبين منك لهم يعني توجهات معينة؟ لا، بالغالب أنه عشان طريقة الكتابة، طريقة العرض، طريقة الكتاب بشكل عامي أو باللهجة العامية هو الإشكال هنا، لكن بالمجمل أنا مقتنع تماما. لأنه في أحد الكتابات أو أحد الأشخاص اللي انتقد كتاب مدمن شاهي يتكلم أو الجزء الأول، كان فيصل أنه ما سوى شيء، مجرد مواضيع على المنتديات حولها الكتاب، يعني هي سؤال في منتديات أصلا حولها إلى كتاب. هو فيه جزء كبير من المواضيع اللي كتبتها في الانترنت، طبعا صححت بعض الأخطاء وكذا بما يتناسب مع طرح الكتاب. نعم بالضبط، نعم، بحكم الكتاب وأضفت عليها جزء كبير من المواضيع، وهذا حق مشروع أني أنا أكتب بالشكل هذا، والحمد لله أني نجح. الرهان على أنه يعني في إقبال ولا ما في إقبال؟ أنا أجيب المنتدى، أجيب أنا عاد كيف؟ إيه لا، في إقبال الحمد لله، هذا اللي أنا كنت أنا أصلا، لأنه الكتاب الأول طبع من طبعتين، والجزء الثاني أو عفوا الجزء الأول طبع من طبعتين، والجزء الثاني طبع من طبعتين إلى الآن، يعني معناته أنه نجح ووصل مرحلة كنت أنا أبحث عنها، يعني هذا هو الشيء اللي أنا أبحث عنه. الناشر كان مشترك تقريبا، دار النشر؟ دار نشر، لا، دار نشر في الجزء الأول كان تبع الجريسي، والجزء الثاني أيضا كان في تنسيق مع الجريسي وطرح عن طريق. لكن كنت تتكفل بجزء من تكاليف النشر ولا مجرد؟ لا، كان يعني كنت أتكلم يعني بعض الشيء في الفقرة الأولى بنسبة معينة. نعم، بنسبة معينة بحكم أنه يعني بداية كتاب جديد. نعم، لكن مع الوقت يعني حسيت أنه خلاص أنا بدي أنا كل شيء، والحمد لله. يعني البعض يقول ان يعني فيصل او مدمن شاهي هو مسوق ذكي اكثر من كاتب او مغرد ساخر. هو عشان تكون مغرد ساخر لابد انك تكون شخص ان شاء الله تكون ذكي، فانا احاول اجمع بين السخريه او بين تسويق بطريقه معينه بحيث اني استفيد وانا وافيد في النهايه، افيد حتى متابعين اللي يتابعون في تويتر. عدد متابعينك في تويتر فاد الكتاب في انتشاره في الانستغرام؟ اكيد، هو انتشار الكتاب يعتمد على المتابعين سواء في تويتر او اي موقع اجتماعي، وهذا هو الكتاب تسوق لنفسك بطريقه جيده. انا اكتشفت انه بعد ما بدينا اللقاء الى الان انه انت في تويتر وفي الانستغرام اكثر جراه وسخريه منك الان رسمي، يمكن يشوفون اللقاء يعتقدون انك رسمي. ممكن، ولا طبيعة اللقاء حتى لك رسمية؟ طبيعة اللقاء يختلف عن أن تكتب بريحية. أنا عندي خاصية هي حتى في كتابة مواضيع، كتابة مواضيع المنتديات في السابق يعني كنت أنا أخذ راحتي، حتى لو تعطيني موضوع أنا أكتبه الآن أنا أخذ راحتي فيه، لكن لما أطلع على الهواء مباشرة سواء أو أي حتى اللقاءات الاجتماعية يختلف شخصيتي عن الواقع في الكتابة. طبعا الاختلاف ما هو اختلاف كبير، لكن في اختلاف بعض الشخصية الحقيقية يمكن تظهر أكثر منها.
أقول الشخصية الحقيقية في إنه تحاول تقدم نفس فيصل بن سليمان الجادة أكثر. لا ما هو جد، يعني أنا ممكن أنا أخذ راحتي في كثير من كلام في اللقاءات الاجتماعية، لكن يكون فيه شيء يعني حد معين. حد معين بالضبط، حد معين في اللقاءات. يعني فيصل أنت ما شاء الله، أول شيء خليني أسألك، أنت تحب ناديك مدمن شاهي ولا فيصل ولا ما تفرق معك؟ والله مدمن شاهي ودلعني فيصل. طيب ندلعك فيصل وبنقول ساحة تويتر، يمكن احنا قبل التسجيل تكلمنا عن انه صارت، ايش رايك فيها؟ كيف شايف؟ تويتر موقع اجتماعي جميل يعني، وانا احس انه بس انه اخذ اكبر من حجمه الحقيقي، خلاص صارت الناس الان كل الناس الان تويتر تويتر تويتر، يعني وصل لمرحله انه صار هو كل شيء في الحياه، مع انه انا اشوف انه مجرد موقع تواصل اجتماعي بسيط توصل رساله معينه، لكنه توسع بشكل يمكن اضر المجتمع اكثر من نفع. في الاونه الاخيره تكلم طبعا. من اي ناحيه تعتقد انه اضر المجتمع؟ اضر المجتمع لانه صار ما هي مساله انه انا اكتب واعبر عن نفسي، لا صارت مساله اساءه وهجوم وتجني وشغلات احنا في غنى عنها، هذه المشكله. مسألة السب والتراشق الألفاظ حتى يمكن نصل نقرأ ونشوف ألفاظ يعني شوية خارجة عنا، حتى ما تعكس مجتمعنا، هذه المشكلة. هذه مشكلة من المشاكل يعني، ولا المشاكل كثير، هذه من ضمن المشاكل أنها يعني فيها تجني وفيها إساءة الشخصيات، ممكن عرفت أنها جيدة يعني، لكنها وصلوا إلى مرحلة أنهم يتجنون على أشخاص يعني، وهي اللي اليوزرات الوهمية أو اليوزرات اللي تابعني وتابع كل أشياء هذه ما أثرت على تويتر برأيك؟ لا هي سببت إزعاج. أثرت وأنا تكلمت عنها في كذا مرة يعني، هي تابعني وتابعك وأكثر من حساب اللي هي حسابات لحسة المخ وما أدري إيش هذه الأشياء كلها إساءة. تويتر عنده يعني شيء معين، غرض معين، إحنا نؤدي الغرض معين هذا بالشكل. المشكلة إنه خلاص صار شغلة تجارية، شغلة بس هنا كثير من الناس بدأت الآن تنفض عن الموقع. كمستخدم لتويتر يعني قديم وفي فترة من فترات كنت مستخدم دائم، تتوقع الفترة القادمة تويتر إيش يصير فيه؟ تويتر بينحدر، ممكن يصير مرحلة إنه خلاص تروح على إنستغرام. والله انستغرام حتى يعني كل هذا يمكن سؤالي الاخير، انستغرام شايف كيف شايف؟ انستغرام جيد يعني، انستغرام هو اغلب الصور، مع انك تخطط ينفع الواحد مثلك يغرد بصوره يكتب صوره ويعلق هو مشكله انه خلاص حتى الانستغرام صار الان كانك داخل مطبخ، كل الشغل طبخات وما طبخات وانت ماشي، لانه لا بس تغير الفتره الاخيره انستغرام ما عاد صار طبخ بس، مع انه اي هو يعني هو انستغرام موقع اجتماعي كبير، لكن احنا صرنا تعجب حتى بشكل معين، اغلبه تجارب، هنا مشكله بعد. احنا سعدنا فيك فيصل وشكرا جزيلا لك. سعيد فيك، يعطيك العافيه. وفي الختام مشاهدينا يمكنكم التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج فيسبوك وتويتر، وأيضا على هاشتاغ البرنامج برنامج برودكاست. ونودعكم بلقطة الختام وأول سماعة أذن ذكية نتابع، في أمان الله. Imagine a new kind of hearing experience that lets you hear more of